محمود، سلام عليكم. استاذ محمود من اسكندريه. استاذ محمود. ايوه يا فندم. ايوه يا استاذه. ايوه يا دكتوره. انا مع حضرتك. علي صوتك بس شويه يا استاذ محمود. اه حلو كده يا فندم. تمام يا فندم، اتفضل. بقول لحضرتك، انا بني ادم اتجوزت بني ادمه ليله الدخله، اتفاجئت بشيء مش لازم انا اقول على الهوا. المهم امها قالت لي استر عليها، سترت ما طلعش في فايده اللي فيه ده. المهم اكتشفت كام واحد في البيت، ورحت لدار الافتاء. المهم خدوني وكتفوني ومدوني وصولة امانه. كتفوني اهلها ومدوني وصولة امانه. المهم بعد فتره طويله انا عايش معاها ومش عايش، عايش غصب عني عشان خاطر العيال. انت خلفت منها بعد ما اكتشفت الحاجات؟ عايشت حياتك الزوجيه عادي وخلفت منها؟ لا لا، في حاجه حضرتك، انا رحت دار الافتاء لما اتجوزت. ايوه. قالوا لي يا بختك عند ربنا. قالوا لي يا بختك عند ربنا، سطر لكن اللي فيه ده ما بيبطلهوش. تمام. المهم بقى 12 هو على النت موجودين، كل حاجه الصفحه موجوده على النت. حاجات يعني ايه اللي فيه ده ما بيبطلوش؟ يعني انت قاعد مع واحده بيقول لي اكتشف اكتر من واحد في البيت، قاعد مع واحده ست بتخونك كذا مره وحضرتك سايبها بتخونك. حضرتك طب ما ده ممكن تستنى حضرتك وتشوفيني انا صح ولا غلط. يعني انا متعاطفه معاك يا استاذنا، بس يعني بتسال الاستاذه، بتسال ازاي يعني ازاي حضرتك قاعد مع ست عارف ان فيها ده متدني بالشكل ده؟ المحامي العام متعاطف معايا. هو انت قتلتها يا استاذ محمود ولا طلقتها ولا بتعمل ايه؟ قاتل ايه؟ قاتل ايه؟ انا مريض يا جماعه، انا مريض. يعني عملت فيها ايه طيب؟ انا مش فاهم. ماشي، احنا عايزين نعرف. المهم انا انت لو سمعتي القصه هتتصدمي. بس عشان وقت البرنامج والاساتذه مش موضوعنا، بس يا ريت تقولي في عجاله من فضلك. في عجاله ان شاء الله. المهم عشت بعديها، بعد ما اكتشفت كام واحد في البيت وحاجات من دي، اهلها قالوا لي ايه انت والكلام دوت، وخدوني غدر وكتفوني ومضوني. تمام. المهم استمريت، خدت ناس عشان اطلع، قلت لهم خدوا العفش بس سيبوا العيال يتربوا معايا. تمام. المهم بعديها بفتره بقى لسه السنه اللي فاتت اكتشفت. ما عملتلهاش قضيه زنا ليه يا فندم؟ ما عملت 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 واتقبض عليها كمان، وهقول لك حصل ايه. حصل ايه؟ طب بس بسرعه عشان وقت البرنامج. يا ست الناس، يا انا اسف. انا نفسي اسمعك، انا نفسي افرد لك حلقه بحلقه تتكلم، بس عشان وقت الاساتذه اتفضل. اتقبض عليها، اتقبض عليها، هم بدل معاهم امها طلعت جواده ما كنتش اعرف. صف العظيم، معلش بلاش نخوض في الاعراض. طب بلاش نخوض في الاعراض، اتفضل. ده حقيقي، ده تحريات اثبتت. لا انا ما بتكلمش كلام كده. طيب يعني انا مش فاهمه. طب حضرتك، طب ماشي قول لي وصلتوا لايه طيب؟ نعم. وصلنا لايه؟ معروض على انت بتلعب على الكمبيوتر، لقيت امها مناظر مخله جدا. حبيبي ايه الاخر يعني؟ طب انت طالب مننا ايه طيب؟ يعني ايه حضرتك بتسال على ايه؟ انا طالب حاجه واحده، هقول لكم طلب حاجه واحده بس. تقدروا تعملوها لي؟ لو خدمتوا لي الخدمه ديت يبقى انا مديون ليكم انا وعيالي. انا عايز المحامي احمد حموده يقف جنبي. يعني هي الموضوع مش موضوع عيال بقى، الموضوع ان في قضايا بينكو وفي تفاوض. أيوة خلاص، في تفاوض. انت بتحبسها وهي ايصالات امانه، يبقى كل اللي انت قلته سب وقصف الى ان يفصل فيه القاضي. سب ايه؟ سب وايه؟ سب وايه؟ سب وقصف ليها. الى ان يفصل بينكم قاضي. كل اللي انت بتقوله فعلا في اطار الاتهامات مش في اطار الحقائق. يعني كل ده انت بتدعيه او بتدعيه؟ طبعا البينه على من ادعى. استاذ محمود شكرا. استاذ محمود شكرا. انا ارفض تماما ان بينهم اولاد ويجرحها على الهوى. لا ده يعني الستر مطلوب، وبرده حتى لو كانت رباط الزوجيه انفصل مع عراها، فاحنا لا لسه برده في بينكم اولاد، وانت كده مش بتفضحها، هي بتفضح اولادك. بالظبط. فيعني ربنا. لا وبعدين لو فيها حاجه هو يطلقها ويسيبها يعني بالمعروف. انا اصلي ما سمعتش الجزئيه الاخيره، لان استاذ امل ويحمي اسمه ويحمي سمعه ولاده ان هو ما يشهرش. طبعا لا هو يعني انا ما عرفتش هو اتصل ليه او عايز يقول ايه، لكن عايز محامي يقف جنبه. محامي، اذا كنا عايزين محامي فاحنا دلوقتي معانا استاذ اشجان البخاري، عضو لجنه المراه في نقابه